أنت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم؟ لا لا لا، ظهرنا غلطانين. مع السلامة. متأكدين أن أخوي ميت؟ أبوي أصبر شوية، دحين هو أخوك ولا أنت؟ إيش الهرجة؟ هذا أخوها التوأم سعد. طيب والحرمة اللي أعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها. وين تليفون أحمد؟ هذا هو. هات. وترى الاتصال جاء منه. والصندوق؟ الصندوق في الاستراحة مع خوينا تركي. يا جماعة والله ما لي دخل. أنا سمعتهم يقولون جثة وما تشرب صندوق وقالوا لي حص الصندوق ولا والله ما لي دخل. يا جماعة خير يا تركي، وش أنت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ يا تفضل. أقول لك أنت وياه أحسن لك تأترف وين وديته الجثة. قسم بالله ما أدري، كانت في الصندوق. دخلت وسط المياه، طلعت اختفت. بلا لف ودوران واستهبال زايد. قولوا لي وين الجثة. وين همليلو ذولا؟ خيرا بينوا. لو سمحت، على ما اظن اني نسيت جوالي في الصندوق اللي انا جيت فيه، ممكن تشوف لي؟ ومن انت اصلا؟ انا تركي. ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري ايش قضيتنا الى الحين؟ لا ما اعرف قضيتنا يا كفتة. علشان وانا وانت نعرف الاشكال هذوليك شباب الاستراحة. مشعل ترى ما في داعي لإنكارك، كل الأدلة تشير إنك أنت القاتل. المهم إن الرجال طلع حي طال عمرك. رجال حي، لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة. والله ما كنت أقصد، الخوف هو اللي خلاني أسوي كذا. اسمع، أبغاك تحكي لي القصة من الأول إلى الأخير. كنت أكذب سيارتي في السوق، الرجال ركب معي وطلب أوصل البيت، وعند البيت اختلفنا على الأجرة. تبين لي إنه مات. خفت، قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه. أخيرا جتني فكرة أورط فيها شخص ثاني، وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل. طبعا ما أقدر أتصل عليه من جوالي. بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل، وأنت تركت أكثر من دليل، وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات. هل اشتريت منه؟ والله ما قصدت. يا عسكري خذ لنا التوقيف. ده الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه. بس اللي سلمنا الصندوق حرمة، ما هو برجال. كان رجل متنكر بزي حرمة. آسفين طال عمرك، كنا من الخوف تصرفنا غلط. طيب إذا كان هذا الجثة، هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأمي، يوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه، قلت يمكن أحد شافه ولا شيء. بس والله الرجال يوم قابلناه شكله كأنه ميت. فعلا هو أخوي مريض، عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءه كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون تتوكلون على الله وتمشون.